قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن رئاسة الوزراء البريطانية أعربت عن غضبها إزاء تسرب وثيقة رسمية تتنبأ بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيؤدي إلى نقص في الغذاء والدواء والبنزين. وتقول الوثيقة المسربة إن السيناريو الأكثر ترجيحا هو التأخير الشديد لإمدادات الأدوية ونقص بعض الأطعمة الطازجة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار إذا كان هناك خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر. وقال إنه ستكون هناك عودة للحدود القاسية في جزيرة أيرلندا قبل فترة طويلة وانهيار لمدة 3 أشهر في الموانئ غير القادرة على التعامل مع عمليات الفحص الإضافية. قد تندلع الاحتجاجات أيضا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، الأمر الذي يتطلب تدخلا كبيرا من الشرطة، وقد تغلق مصفتان للنفط مع فقدان الآلاف من الوظائف وفقا للوثائق. قال القائمون على الحملة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن وثيقة مكتب مجلس الوزراء الرسمية أكدت جميع التحذيرات من مخاطر الخروج دون اتفاق، وأنه سيكون له التداعيات لزمن الحرب. هكذا إذا نختتم معكم هذه المتابعة لأهم أحداث العالم والتطورات على الساحة السياسية والاقتصادية على المستوى المحلي والعربي والدولي. شكرا جزيلا على كرم المتابعة.